السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مطبخي وبيت لالة مولاتي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم اروع شباكية، لا في الشكل ولا في المذاق ديالها، ناجحة 100%، لذيذة هشة معلكة وشاربة العسل ديالها ومبسطة جدا، وخصوصا للمبتدئات باش الكل يحضر الشباكية ديالو في المنزل. بقوا معايا شوفوا المقادير وطريقة التحضير، فرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو تحضير هذه الشباكيه، جاوني عليهم عده استفسارات واسئله، لهذا اليوم غنعطيكم المقادير مضبوطه باش تنجح معكم من اول استعمال، وكيفاش تحتضوا بها مده طويله في الفريجيراتور. كنحتاجو 250 غرام ديال الزنجلان محمر، غير شويه في ملعقه ديال الزيت نباتي، 125 غرام اللوز محمر في الفرن او في المقله بقشورو، جوج معالق النافع المطحون بودره، جوج معالق قرفه حتى هي تكون بودره، وباش العجين ديالنا يجي لين ما يجيش مجي شويه حبيبات باش ما يتقطعش لينا، 3 دراهم ميستيكا اي المسكه الحره مع معلقه ديال السكر، وكيلو و700 غرام ديال الدقيق تكون معبوره. هذا هو مقدار ديال النواشف اللي غادي نحتاجو لتحضير هذه الشباكيه. غادي نخلطوهم وغنخليهم ان شاء الله حتى الغداء، عاد نكملو التوراق والتشباك والقلي. اذا البنات الزنجلان ديالنا بعد ما طحناه ولا على شكل بخاليلي، زدنا فيه واحد المعلقه ديال الزيت باش يعطيني هذا الشكل هذا وباش يتحك مزيان. شفتوا كيفاش جا؟ هذا هو البخاليلي ديال الزنجلان. دابا غنخوه هنايا في قصريه ونطحنوا اللوز. دابا ان شاء الله غنزيد نطحنوا اللوز. شفتوا راه باقي خاص واحد شويه، زدت واحد القطيره ديال الزيت باش يتعلق ليا اللوز. ما نقووش في الشباكيه البنات لانه كيقصحها، حيت كيقصحها ما خصناش نقويو بزاف. هذا هو الشكل النهائي اللوز ديالنا البنات، اصبح بودره، اصبح معلق بحال الشكل الطاليلي. دابا نخويو القصريه ان شاء الله ونجيب الباقي المقادير. اذا كيف كتشوفوا الخليط ديالنا هو هذا. دابا غادي نزيد عليه ان شاء الله، ان شاء الله غادي نزيد عليه قرفة جوج معالق كبار، والنافع جوج معالق كبار، مغربلين مزيان يعني يطيحو غير الغبرة صافي. بالنسبة للقرفة هي الأولى، طيحو غير الغبرة صافي. علاش كنديرو هاد العملية؟ باش الورقة ديال الشباكية ملي نكونو كنخدمو فيها، شفتو اش كيبقى؟ هادشي خصو يحيد، خصو يكون حتى بالنسبة للزوق. جوج معالق كبار ديال النافع، اذا الخليط ديالنا هو هذا. بعد ما غربلنا الدقيق عليه ان شاء الله غنبسبسوه كامل بحال هكا، ندخلوا ليه هذيك اليقامه كامله كيف كتشوفوا. شفتوا نبسبسها مزيان، عاد ندوزها في السيار باش هكا المكونات كلها تجانس مع بعضياتها، وهذاك الدقيق يتلبس كله بالزنجلان واللوز. انا عندي واحد الغريبي صغير هو
كرسي صغير وانا نخدم به كيف كتشوفوا هكا ندير بحال هكا ان شاء الله. ها هو يا دابا الزبده هي مذوبه، غنزيدوا فيها الماء ها هما ثلاث كيسان ديال العلبه معبورين. غنزيدوا اربع كاس ديال الخل، غادي ندير فيه هذاك الزعفران هذا ناخذ الملون الغذائي باش يذوب. نكمل كاس هو شتو البنات، نزيدو حتى هو هنايا. كنزيدو الضامة ديال البنة والضامة ديال الزعفران، كنزيدو بحال هكا كيجي اللون ديالها زوين. بالنسبة لهنا عندي مدرين ديال الزعفران الحر، نحكو غير هكا لينا الدنيا. نديرو شويه ديال الخميره ديال الحلوه، راس المعلقه شي بزاف، باش متخمرش ليا حيت يدي بوحدي كنخاف الا تخمر ليا. تقريبا هادو اربع قطرات تقريبا، يا سلام على ريحه طالعه من البنات، يا سلام ترد الروح. اذا دابا غنستمروا في التحريك ونكبوا الخليط على نخلط هذيك الصفر البيض مزيان. اذا القوام ديال الخليط ديالنا هو هذا، دابا ان شاء الله غادي نخلطوا الدقيق ديالنا ونرجعوا ان شاء الله باش نشوفوا القوام ديال العجين كيفاش داير، ونبداو ان شاء الله التوراق والتشباك باذن الله. اذا الشباكي ديالي بعد ما جمعتها هي هذه كيف كتشوفوا، هذه دابا ان شاء الله شفتوها قاصها مرطباش، دابا ان شاء الله غادي نديرها في نقسمها كويرات. اذا بعد ما كترتاح العجينه ديالي كنجبد كويره من دوك الكويرات وكنورقها مزيان وكنديرها على شكل مسمنه مربعه وكنردها للبلاستيكه وكنعقل ملي نبغي نوليها، عقل على الترتيب ديالهم باش نبقاو غادي نديرهم بالتسلسل وحده ما تسبق الاخرى. بالنسبه لهذه دابا نقسموها نص بحال غنديرو مربع بمربع. شتوها كيفاش كتجي من داخل ملي كدير هاد القضيه، كتجي بحال ما مورقه بحال طاطشو يدك. المهم نبداو هادي هنا وكنطلعو هادي، ان شاء الله نوردوها. بعد ما قطعنا الكره ديالنا وورقناها وقطعناها، دابا ان شاء الله غندوزو للطريقه ديال الشباك. كنشوفو كنشدو الاولاني مع الثالث نحطو فوق الثالث، هذا الرابع هذا كنديرو تحت من الثاني بحال هكا بهذه الطريقه، كنخشي صبعي الابهام كنجمع هاد الجوج هادو هما هما كنحطها بحال هكا كنقرصها من الجنيبات صافي. هاهي شباكيتي وريضه ولا في ولا في الاحلام هاهي وريضه على حقها طريقه. ندير معاكم الثانيه
الاولى مع الثالثه الرابعه تحت من الثانيه، شدوا هاد الجنينات هكا حطوها في سطح العمل بريزونطيها مزيان صافي نشوف هادي مع هادي شو هادي بحال هكا ساهله غير تحفظوا لها غير لو سيستيم ديالها تجيكم ساهله البنات ما وعلاش غير زعما نديروها احسن ما تجيو من فوق هذه ستيتيوا صغيوره ستيتويا ستيتويا هذا مكان غنكملو حتى نساليو ونوريكم كيفاش هذا ها هي اللطه الاولى اللي صايبت شوفوا البنات ان شاء الله غنكملو الكميه كامله نتلاقاو ان شاء الله للقلي شوفوا الطريقه ديال القلي يعني. هنا وجدت حدايا الشباكيه وجدت حدايا العسل اللي غنطفي فيه وجدت حدايا فاش غادي نحط مسخطر من العسل هادشي هادشي وجدتو حدايا باش نبقى كلشي قريب ليا دابا ان شاء الله غادي نبداو نرميو الشباكيه الزيت دابا سخونه دابا ان شاء الله غادي نبدا نهز ونرمي الشباكيه ديالي والبوطه خاصها تكون متوسطه ما تكونش مجهده غادي نقص شويه لان دابا سخنات بزاف باش ما تحرقش ليا الشباكيه نقص عليها باش تطيب على خاطرها بسم الله على بركه الله بسم الله على بركة الله شباكي كيف كتشوفو هاهي كطيب نزيد شوية د البوطا نقص نزيد باش متحرق ليا باش نتفراسها مزيان نبدا نقلبها اللونانيين نجيب شوية بحصين نشعل الضوء مكان الشعر منحركوهاش بزاف باش تتشد راسها مزيان هي قريبة تتحمر البنات نزها شوفوا بالكم دار اللون شويه كيتغير شتي ملي بدات كتحمر شويه صافي دا هو اللون ديالها ذهبات هاهي الشباكية درتها في الصفاية باش تسخطر من الزيت ان شاء الله دابا غادي نرميها في العسل الشباكية بعد ما تسخطرات من الزيت غادي نديرها في العسل نتسناها تشرب مزيان ونخليها تسخطر في الكسكاس ونزينها نحطها على وجهها ونزينها بالزنجلان من الفوق باش كتجي رائعة
الشباكية ديالنا هي هذه، بعد ما بردات وتزينات بالزنجلان كنهزوها كنديروها في علبة بلاستيكية ونحفظوها في المجمد. كنستفو عليها، كنستفو مزيان الشباكية ديالنا وكنديرو فوق منها الفيلم اليمونتيغ وكنروليوها مزيان، نسدو العلبة مزيان بالفيلم اليمونتيغ باش ما يدخلش ليها البرد ونحفظها في المجمد. وقت اللي بغيناها نجبدوها كتبقى معاك حتى عام كامل ما كيطرى ليها والو. هذا هو الشكل النهائي للشباكية ديال اللي كتجي رائعة جدا، هشة بزاف ولذيذة معلكة وشاربة العسل ديالها، ناجحة 100%. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الأهل والأصدقاء والأحباب ديالكم وتخليوا لي تعليق وأي تساؤل غنجاوب عليه. دعموني بلي لايك ديالكم وشكرا جزيلا على المتابعة. إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله، مع السلامة.